طعمات الطعام تعتبر نافذة لأصحاب المواهب في المطبخ لأنهم يوصلون الناس بشكل أسرع. البعض قدر يستفيد من هذه العربات فإنه يصير عنده بزنس ويكبر نفسه في هذا المجال. وفي التقرير التالي زميلنا فهد الحمود نقل لنا قصة رامي الناجم وهو أحد محبي المطبخ اللي استغل عربات الطعام حتى يوصل للناس بشكل أسرع. خلونا نشوف. من التخصصات الطبية المعقدة والنادرة إلى العمل الخاص بمهنة تقديم الطعام بموقع حيوي بين البلد وطريق المسافرين. خريج ماجستير في تخصص الطب الجزيئي أو الوراثة الجزيئية، وهو عبارة عن علم موجه نحو الأبحاث لاستخدام التقنيات الجزيئية في الكشف عن الأمراض والأعراض وابتكار طرق جديدة للتشخيص والوقاية من الأمراض. عبارة عن رز مطبوخ على البخار مضاف إليها شاورما، دجاج الشاورما المبهر، ويضاف إليها صوص خاص اللي هو صوص فود ستيشن. هو صراحة ترند حاليا في أمريكا في موضوع الفود ستريت حاليا هذا الطبق. طموح بداخله يبني القدرة لديه في مواجهة التحديات التي تواجهه في مشروعه الصغير. أنا اكتشفت بالصدفة يعني موضوع أن هاوي طبخ وأيضا متذوق وأحب يعني أبتكر أصناف جديدة وأبدع فيها. أكيد يواجه بائع عربات الطعام تحديات، لكن من أبرزها موضوع التسويق، خصوصا إذا كان منتج مبتكر وجديد أو فكرة جديدة بحيث أنه تستهدف الجمهور للترغيب فيها وإقناع الجمهور فكرة المنتج. تعدد الهوايات في مجال الفنون ميزة تدر عائدا مادي جمعت بين الأجر والمتعة. في البداية يعني بما أني من فئة الشباب حابة أني أوصل رسالة للشباب أنه في حال أخر عليك موضوع التوظيف أو التعيين، يعني إذا كانت عندك أي موهبة أو أي حاول تنميها أو تتعلم مهارة جديدة. الأمنيات طبعا جدا كثيرة، لكن من أهمها الحصول على يعني دعم أو بحيث أنه أنا أقدر أستثمر في خبراتي وأطور منها وإني أكون تحت جهة معينة بحيث أني أنا أقدر أطلع أكمل الدكتوراه في تخصصي، خصوصا أنه من ضمن رؤية 2030 وإحنا داخلين على موضوع الجينوم السعودي. الإرادة هي الدافع الحقيقي إلى التطور والإصرار على خوض التجارب لتحقيق الذات والاكتفاء المادي من خلال هذا المشروع. لقناة روتانا خليجية فهد الحمود، تبوك. بهذا التقرير اللي جوعنا نكون كذا وصلنا لختام حلقتنا، لكن أكيد تنتظرونا بكرة في حلقات جديدة وموضوعات جديدة وضيوف مميزين ومختصين. في أمان الله.